بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم شباب اليوم. اليوم يتجدد لقاءنا الأسبوعي لنتناول مع حضراتكم موضوع مهم جدا. موضوع حلقة اليوم بيتعلق بالرياضة المهمشة في مصر. وقبل ما نستفيض مع حضراتكم ونشرح الموضوع، حابين نطرح على حضراتكم بعض المعلومات عن موضوعنا. فعلا النهاردة موضوعنا شائك لحد ما، خاصة ان احنا بنتكلم عن رياضتين ما جمعش بينهم غير حاجة واحدة بس الصراحة، الفساد. الفساد المالي والإداري اللي بتعاني منه لعبة رفع الأثقال وتنس الطاولة. كلمة الفساد كلمة عانينا منها سنين طويلة، دايما بنسمع الفساد الفساد. السؤال ليه ما بنتحركش غير بعد ما النتائج بتاعه الموضوع تظهر وتبدأ تضرنا ويبدأ يظهر أثرها؟ ليه ما بنتحركش من البداية؟ بالتأكيد يا عبد الستار، التحرك من البداية كان هيمنعنا من أزمات كتير جدا. أزمات زي إن احنا مثلا غير قادرين أو مش قادرين إن احنا نشترك في أي حدث عالمي، وخصوصا في لعبة رفع الأثقال، علما بأن أول ميدالية أو أول علم عربي ومصري كان يرفرف بسبب لعبة رفع الأثقال. فالنهاردة إن شاء الله معانا ضيفين هتحبوهم جدا، طفين من كتر غيرتهم وحبهم للعب اللعبه اللي هم بيحبوها واضافوا ليها واصروا يكونوا النهارده موجودين عشان يفهمونا ايه الموضوع اللي بيتم بالفعل في رفع الاثقال وتنس الطاوله. هنعرف معلومات اكتر باذن الله عنهم في التقرير. هنطلع تقرير، ترجعوا لنا منتظرينكم. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل، واللي كان المقرر ان يكون في تقرير ولكن تعذر اذاعته لعذر فني. نرجع مع حضراتكم مع ضيوفنا الكرام، ومعانا شيخ المعلقين المصريين وشيخ المعلقين العرب لتنس الطاوله، كابتن والي السنوسي. منورنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا يا كابتن. ومعانا كابتن علي مرزوق، كابتن رفع الاثقال ومحكم الدولي حاليا. ازيك يا كابتن؟ مرحبا بك. نبدا بحضرتك كابتن في موضوع، يعني احنا طبعا عارفين ان دايما الشعب المصري لما بيتكلم عن الرياضه اكتر رياضه بتبقى بيتكلم عنها كره القدم، تمام؟ احنا عايزين نعرف اكتر عن رفع الاثقال، مع ان رفع الاثقال لعبه يعني فيها جهد ولياقه بدنيه عاليه وبتحتاج نظام غذائي معين، لان الانسان لو قل وزنه او زاد بيبقى معناها ان هو بينافس في حاجه تانية خالص، منافسه مختلفه تمام. فكلمنا حضرتك ايه المهم في لعبه رفع الاثقال، وليه لاعب رفع الاثقال بيختار اللعبه دي تحديدا؟ انا وانا بشكر قناه الصحه والجمال وسعيد لاني موجود معاك، وبرحب بالكابتن وائل شيخ المعلقين المصريين والعرب. ويعني رفع الاثقال لعبه رقميه ولعبه اولمبيه، واول ميداليه سنه 1928 كان البطل المرحوم سيد نصير. ورفع الاثقال هي اكثر الالعاب يعني التي حققت ميداليات اولمبيه. ورفع الاثقال لعبه تحس ان انت بتحقق ذاتك فيها، يعني بتتفوق على نفسك يعني. فرفع الاثقال يعني لعبه مميزه جدا، وانا بدعو كل الشباب ويعني الانسات اللي هم لو في نادي جنبهم في رياضه رفع الاثقال يمارسوها. يعني اللي بيحتاجه اللاعب حضرتك طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني انا بحييك يعني على السؤال، اللي هو يعني لو وزنه زاد بيخش في منافسه ثانيه، لان طبعا يعني هي 10 اوزان دلوقتي، وكل شويه يعني من فتره لاخرى الاتحاد الدولي بيغير الاوزان عشان مكافحه المنشطات يعني. يعني طبعا. بحيث اللي هو الارقام السابقه يعني يبدا بقى مرحله جديده يعني باوزان جديده. فاللاعب محتاج طبيب، جهاز فني، جهاز اداري. خلاص اللاعب كده بقى عنده الداتا اللي هو يقدر يعني يحقق بيها البطوله. انما لو ما فيش طبيب هياخد مثلا المدرب هيدي له اي حاجه، اي ادويه ممكن تكون غير صحيحه او يعني ويخش في مشاكل. لو مدرب جهاز فني مش دون المستوى، اللاعب مش هيتقدم. لو مفيش برضك دعم مالي، طب اللاعب برضك عايز محتاج ادوات، واللعبه ذات نفسها محتاجه ادوات اللي هي الطبليه والادوات والديسك وكده، دي برضك يعني محتاجه دعم يكون النادي يقدر يوفره او وزاره الشباب والرياضه. فالدعم المادي والجهاز الفني والطبيب والجهاز الاداري دول يعني مقومات النجاح. كابتن وائل، على نقيض لعبه رفع الاثقال،
نجد أن لعبة تنس الطاولة بتحتاج إلى مهارة وخفة ومجهود، ممكن تحكي لنا سبب اختيار حضرتك لهذه اللعبة؟ وكمان ليه لعبة تنس الطاولة والبينج بونج ملهاش وجود أو كادت أن تنقرض في مصر؟ طب نصلح معلومة كده، صدمة كده تشك في أول الحلقة. تنس الطاولة صنفها مجموعة من علماء النفس الأمريكان، علماء نفس متخصصين في المجال الرياضي، تاني أعنف لعبة رياضية في العالم بعد مصارعة المحترفين. طبعا دي صدمة، احنا أقوى من الكابتن وأقوى من الملاكمة. وكان لهم تبرير علمي لهذا الكلام، قالوا أن لاعب تنس الطاولة بيقاوم بكل عنف وبيضرب بمنتهى القوة شيء يكاد يكون وهمي، اللي هو كرة تنس الطاولة اللي وزنها لا يتعدى 2.7 جرام، وده أصعب نفسيا وبدنيا على اللاعب من ضرب منافس مساوي ليه زي في الملاكمة مثلا، وبالتالي هي من أصعب اللعبات. معلومة جديدة لي أنا شخصيا مبدئيا يعني. أما اللعبة ليه راحت بعيد؟ اللعبة راحت بعيد عشان موضوع حلقتك الأساسي. طالما شوف، ما فيش مجتمع في العالم في الرياضة في غير الرياضة في أي تخصص وداخل الرياضة في كل لعبة يستطيع أن يبني على فساد. لازم نصلح القاعدة، ولازم يبقى في أسس، وفي الفير بلاي اللي رفعه الاتحاد الدولي لكرة القدم وما عرفش يطبقه بشكل كامل في عالم الكرة، وعندنا برضو في تنس الطاولة المحلية أقصد برضو المسألة بتعاني من الفساد الفج. بعتذر المقاطعة حضرتك، لكن معنا مداخلة مهمة جدا. كابتن شيماء خلف، بطلتنا الأولمبية وبطلة العالم والعرب وأفريقيا، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. كابتن شيماء، تم إيقاف مصر دوليا وظهور عينات جديدة بالدورة الإفريقية بالمغرب، تعليق حضرتك؟ والله تعليق حضرتي إن بجد يعني حرام اللي احنا فيه، ولحد دلوقتي ما اتخذش أي قرار في الموضوع دوت، وإن العمل كده لازم يتحاسب، يعني لازم يتحاسب. وأنا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، وإن بجد احنا ملناش أي ذنب إن احنا نتوقف، فبجد يعني لازم بقى حد مسؤول في البلد يشوف الموضوع دوت يعني. طب ممكن أسأل حضرتك سؤال يا كابتن شيماء؟ اتفضل. ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه؟ معاك كابتن علي مرزوق. الحمد لله. دلوقتي يعني موضوع مين اللي بيدي مكملات في المعسكر، يعني هل في طبيب في المعسكر يا كابتن شيماء ولا مين؟ يعني عايزين نعرف القصه، احكي لنا القصه مش ازاي انت يعني بطله كبيره وكنت بالك 10 سنين في المعسكرات والخارجيه والداخليه، فادينا فكره عشان يعني الناس تعرف ايه اللي بيجرى بالظبط يعني. طبعا ما فيش طبيب في المعسكر، انا قلت الموضوع ده كتير لاني انا ما شفتش طبيب بصراحه في خلال الثلاث سنين اللي انا قعدت فيهم مع المدير الفني محمد موسى الديب والمدرب كابتن بيشو، وما شفتش طبيب خالص. كل اللي انا شفتهم اللي هم كانوا بيجوا ان هم علاج طبيعي، اثنين دكاتره علاج طبيعي بس، ما فيش دكتور يقول ايه المكملات اللي بتتاخد. وصدر المدير الفني طلع على التلفزيون وقال ان هو ملوش دعوه باللي حصل، لا هو المسؤول الاول والاخير في المشكله اللي حصلت دي. وانا اتكلمت في الموضوع دوت كتير قوي، ورحت قدمت شكوى قبل موضوع ظهور الست عينات، قدمت شكوى انا وزمايلي احمد سعد ورجب عبد الحي، رحت قدمت شكوى لمعالي الوزير وقعدت واتكلمت معاه، واتكلمت مع استاذ المستشار هشام حطب، اتكلمت معاه برضه وقدمنا شكوى ان الناس دي بتبيع مكملات، وان هم كانوا عايزين يضغطوا علينا ان احنا نشتري مكملات واحنا ما وافقناش، واللي ما بيوافقش بيروح يقعد في البيت. وعشان حاجات كتير قوي حصلت انا ما كنتش راضيه عنها وكنت بتكلم فيها، يعني جه بعدها بعد الدوره الافريقيه خلاني قعدت في البيت واتغلبت في الدوره الافريقيه، رغم ان انا بقالي 9 سنين عمري ما اتغلبت، بل بالعكس انا بغلب وعملت ارقام جديد كتير قوي، يعني عمري ما في حد غلبني في مصر. لعب عليا لعبه في الدوره الافريقيه خلى المنافسه بتاعتي تغلبني عشان انا ما رضيتش اشتري منه مكملات، وعشان ما رضيتش امضي على الورق، في ورق ب 200,000 مكملات وانا ما رضيتش امضي عليها، ولما قال لي لو مش هتمضي مش هتسافري، الكلام ده كان قبل الدوره الافريقيه بيومين بالظبط. دلوقتي يا كابتن شيماء، يعني فاكر انت حضرتك لما كنتوا راجعين من اذربيجان 2018 في رمضان
وكان كميه كبيره جدا من الادويه والمكملات اتمسكت في المكملات دي احنا خدناها من مصر. لا يعني لا، وانتوا راجعين كان جمارك كانت عايزه حوالي مليون مليون ونص تقريبا، وكانت كميه كبيره جدا يعني. ممكن تدينا فكره برضو يعني الجمارك كانت عايزه مليون ونص، وكان ثمن الحاجه دي اكتر من 3 مليون. ده الكلام ده القرار الوزاري كان ب 5000 دولار يعني. القرار الوزاري انا شفته وكان معايا وقدمت بيه شكوى كان ب 5000 دولار. يعني محدش مننا اتكلم في الموضوع دوت، لان اتشرط علينا اللي هيتكلم هيروح يقعد في البيت. والادويه يا كابتن شيماء والمكملات اللي جايه دي كان بغرض ايه؟ لكم انتوا كلاعيبه ولا جايه للتجاره ولا جايه ليه يا فندم؟ لا والله هي ما كانتش جايه للعيبه، لان اخر معسكر خارجي احنا كنا فيه اتاخد من كل لاعب ولاعيبه 30 دولار عشان يتجاب بيهم مكملات، ولما خدوا مننا 30 دولار عشان يجيبوا بيهم مكملات نزلوا مصر باعوا المكملات دي. ما حدش من اللعيبه شافها. في طيب انا هعرض يعني يا ريت الكاميرا تجيب استاد رئيس الاتحاد كابتن محمود كمال نشر يعني ده على صفحته عشان يقول يعني يقلل من الكميات ساعتها في حينها يعني. طبعا في ممنوعين كان في دكتور اسمه احمد محفوظ، الدكتور ده كان طبيب الاتحاد. طب كابتن علي بعد اذنك عشان كابتن شيماء معانا على التليفون، حضرتك هتسالها في حاجه ثانيه يا فندم؟ طيب انا والله يعني انا عايزك تبلغي سلام الكابتن ساره وكل زمايلك، وانا حزين يعني طبعا ان الامور وصلت لكده، واللعيبه دي مستقبلها راح زي اللي قبلهم زي السبعه بتوع 2017. يعني انتوا ما لكمش ذنب يا بنتي يعني. اتفضل برنامج حضرتك، اتمنى ان حد مسؤول يشوف الموضوع ده، لان كان في تحقيق امبارح مع المدير الفني وكان في تحقيق مع اللعيبه اللي اتوقفت. فين يا كابتن شيماء؟ التحقيق كان فين؟ كان في اللجنه الاولمبيه. طب ليه ما يروحش النيابه العامه الموضوع؟ يعني انا مستغرب يعني ليه الموضوع ما يروحش النيابه العامه؟ النيابه العامه جهه اختصاص؟ يعني طبعا الوزير بس لازم يحيل الوزير. عليه هو حصل تحقيق في اللجنه الاولمبيه وزملائنا راحوا اللي هم توقفوا، وطبعا ما رضوش يسلموا على المدير الفني، والمدير الفني جه وجاب معاه علب مكملات وقال ان المشكله في المكملات دي وان هو ملوش اي ذنب وان هو ملوش دعوه. طبعا زملائنا قالوا ان احنا ما خدناش مكملات غير منه هو شخصيا، ولما هو ما بيبقاش موجود في المعسكر ما بناخدش من حد تاني، وده احنا اتكلمنا فيه كتير. بس انا اللي انا شايفاه لحد دلوقتي ما فيش اي قرار اتاخد في الموضوع، ولحد دلوقتي ما شفتش اي قرار جد اتاخد فيه، والمفروض ان الناس دي تتحاسب، لان هم الخطه اللي هم عايزين يعملوها ان يتقال ان الماده دي اتحطت في الاكل عشان خاطر ان الموضوع يترمخ عليه وهم يطلعوا منها. انا بناشئ اي حد كبير في البلد، يا جماعه يا ريت تشوفوا حل للموضوع ده، لان بجد حرام ان احنا نتحرم من البطولات اللي جايه وملناش اي ذنب. ساره سمير ملهاش اي ذنب، مصطفى وحيد، عبد الرحمن، سمر، كل زملائنا ملهمش اي ذنب ان هم يتوقفوا عشان غلطه المدير الفني هو اللي عملها. كابتن شيماء خلف بطل مصر والعالم في رفع الاثقال، شكرا لمداخلتك. حضرتك قلتي حاجات مهمة جدا هنناقشها مع كابتن علي مرزوق، شكرا ليك يا فندم. كابتن وائل عذرا للمقاطعة، نرجع لحضرتك والسؤال تكملة سبب انقراض لعبة تنس الطاولة او شبه انها قربت تنقرض في مصر. يعني هو يعني يمكن شيماء كملت كلامنا رغم انه مش من خارج ملفات طبعا. يعني الابداع لا ياتي صدفه. نعم. والبطل بطبيعته مبدع، لانه لو ما ابدعش ما يبقاش بطل. لو كلمتني على الاعلام بتقول لي ليه الاعلام في تنس طاوله مش واخد الحق الكافي؟ لانه برضو الاساسيات كلها فاسده. الاعلام بيتحرك بطريقه فيها مصالح لمثلا رئيس الاتحاد او بعض الاعضاء. يعني النهارده لسه احنا عايشين الايام دي بطوله ناشئين في شرم الشيخ، احدى القنوات التابعه لاحد الاعضاء اللي تم نقول ايه عزلهم وفصلهم من الوسط الرياضي، ونجم كبير كلنا عارفينه كابتن شوبير، النهارده بينقل بطوله ناشئين عشان رئيس الاتحاد صديقه في ازمه. يعني في فتره كل الناس شمت ريحه الفساد، كل الناس عرفت الفساد، كل الناس انقلبت عليه، بدأت السجادة تتسحب من تحت رجليه، فبعت له كاميرا يدعمه أو كاميرات أون سبورت تدعمه في بطولة ناشئين. ما جيتش بطولة الكبار، ما جيتش البطولات الهامة، ما جيتش لما منتخب مصر كان محتاج لك، جه لي في بطولة مفتوحة للناشئين عشان التوقيت ده هيخدم صديقه. وضح أكتر بعد إذنك. نوضح أكتر، ما أنا بقول لحضرتك عشان المشاهد، ما أنا بقول لحضرتك يعني ياما مرت علينا مناسبات كنا بنتمنى قناة زي أون سبورت تبقى موجودة وتدعم اعلام اللعبه وتعمل حتى حاله معنويه كبيره للاعبين.
ما كانتش بتيجي ولا يعني الاعلام يا فندم مساهم في عدم او في 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 انقراض اللعبه مصر. طبعا طبعا الاعلام احنا حتى في الاتحاد الدولي يمكن انا قضيت فترتين دورتين اولمبيتين في الاتحاد الدولي لتنس طاوله كعضو لجنه اعلاميه في الاتحاد الدولي. احنا اصلا كان كل اجتماعاتنا وكل قعداتنا مع الماركتنج مع التسويق لان احنا طريق التسويق واحنا طريق الماركتنج واحنا اللي ممكن نزود شعبيه اللعبه من خلال الميديا وبالتالي يزيد التسويق للعبه وبالتالي السبونسرز يزيد وبالتالي دخل اللعبه يزيد ويدعم ويقدر الاتحاد الدولي يدعم كل الدول اللي محتاجه دعم عشان اللعبه تنتشر فيها بشكل افضل. مفيش كلام. طبعا الميديا عنصر اساسي للاسف عندنا من بين مظاهر الفساد الفجه ان الاعلام بيرتبط باشخاص حتى هم لا يديروا القناه بشكل رسمي. يعني شفناها في قناه الاهلي اللي بيدير قناه الاهلي من ايام محمود طاهر لغايه دلوقتي واحد مذيع في القناه يتبدل عليه رؤساء قنوات اللي يرحل عن الدنيا خالص واللي يستقيل واللي يمشي هو بمجلس اداره النادي بتاعه ويبقى نفس اللوبي الصغير اللي بيعمل الغلطات الكبيره عشان يفضل يمشي اي رئيس قناه يجي عشان هو عايز يمسك. طيب فساد فج شايفينه كل اللي في المطبخ مش شايفينه كل الناس اللي بره. طيب نرجع للكابتن علي. بالنسبه يا فندم للعبه رفع الاثقال هل حصل عليها تطورات في الماضي او في الحاضر الوقت الحالي؟ لو في تطورات عايزين نعرفها من سيادتك. هو طبعا انا لعبت سنه 1984 اتليت استاذ جمال حنا الله يرحمه اسرى لعبه رفع الاثقال المصريه والعربيه والافريقيه وساهم في ان الانسات تلعب رفع اثقال في مصر وفي افريقيا والعرب وكان يعني حواليه منظومه كده محترمه ويعني بصراحه الله يرحمه يعني كان نموذج للعمل الاداري الناجح وكان اسم مصر هو العنوان الكبير اللي قدام يعني اي رئيس اتحاد لغايه الفتره السيئه اللي احنا فيها دي. جه في 2000 دكتور محمود شكر الله يرحمه والعميد فتحي زريق دخلوا الانتخابات ويعني كسبوا الانتخابات واستاذ جمال حنا بمنتهى الروح الرياضيه سلموا من الاتحاد وما فيش اي مشكله وابتدى الدكتور شكري يفكر هو والعميد فتحي زريق ازاي يطور لعبه رفع الاثقال. احنا كنا بنحقق على مستوى العرب افريقيا عالم يعني ميداليه كده فاستعانوا بالخبير الدولي المدرب يعني مستر يرزي بانوف نقل تكنولوجيا التدريب. عذرا كابتن علي معانا مداخله سياده اللواء صلاح الدين التهامي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ معانا يا فندم اتفضل. سياده اللواء انا يعني مبسوط جدا بالحلقه. شكرا ليك يا فندم. ويعني هنقول مش فساد كتير في مصر لا هو مساحه ان الفساد يتعرف مصر. تمام يا ريت يا فندم توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. انا بقول لحضرتك ان انا بقول للشعب المصري يعني اتحاد الكوره اتحل من فتره برضو المشاكل الاداريه وفنيه وماليه بقيه الاتحادات اللي فيها فساد لازم يبقى فيه قرارات حازمه وقرارات سياديه لان دوت بيسيء للشعب المصري وبيسيء لمصر والرياضه المصريه. الواحد كان فاكر ان اخر حاجه ممكن يبقى فيها فساد الانديه الرياضيه لان دي حاجه فروسيه وبيلعبوا فرسان لكن الاتحادات الفاسده دي مفروض بترها عشان سمعه مصر لان رفع الاثقال كانت يعني من ضمن الاتحادات اللي بتضمن لمصر ما يقلش عن 4 ميداليات في اولمبياد 2020 فهذا المخطط انا بقول القطري الاسرائيلي الصهيوني عشان علم مصر ما يترفعش في المحافل الدوليه فبقول لازم المصريين اللي شاركوا في هذه الخيانه لازم يتبتروا من الاتحادات بتاعتهم فورا. سيادتك شايف ان هناك مؤامره سياده اللواء؟ طبعا طبعا المشكله بتاعت رفع الاثقال عرضها عليا الكابتن علي عبد الرازق علي مرزوق وبرضه انا سامع كده في التنس في مشاكل وفي كره القدم برضه في مشاكل فمفروض الناس دي بقول لهم رفقا بمصر رفقا بمصر يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لازم ايدينا تبقى في ايد بعض لان المشاكل الداخليه اصعب من الخارجيه. سياده اللواء كيف تتحقق المؤامره خارجيا دون وجود اصابع داخليه لها؟ في اصابع داخليه بتساعدها؟ طبعا طبعا ما هو النهارده لما يكون عندي عقوبه من 2016 200,000 دولار كنت دفعتهم في 2016
كانت عقوبة مالية فقط. لما يقعد الحكم ده انه لغاية 9/2019 يبقى الهدف منه ان مصر ما تشتركش في اولمبياد 2020 في رفع الاثقال، اللي هي دلوقتي مفروض بكورة اللي بتنتج ميداليات لمصر زي الاولمبياد اللي فات. فهو قال لك ازاي بقى احنا نعمل مشكلة لمصر عشان ما تاخدش ميداليات، ايه اللعبة اللي هي ممكن نجيب فيها؟ واكيد يعني ان شاء الله قال لك رفع الاثقال. عشان كده طلعوا التقرير بعقوبة مالية وقف سنتين، يعني 19 و20، يعني كده الفريق بتاعنا بالكامل اتوقف او النشاط بتاع رفع الاثقال اتوقف، فكده ما فيش رفع اثقال في مصر في الوادي الجاي، وطبعا دي مصيبة. سيادة اللواء صلاح الدين التهامي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب حماة وطن، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة القيمة. ونرجع مع كابتن علي مرزوق، كابتن علي بطل العالم كابتن شيماء. انا اكمل لحضرتك ماشي، اكمل حضرتك بس هي قالت كلام مهم جدا ما ينفعش. انا اقول لحضرتك هو انا عندي انا عصرت الورق، يعني بص كان عندي ورق قد كده اتفضل جايب ملفات كتير واحنا مع حضرتك. فالدكتور محمود شكري والعميد فتحي زريق ومستر يردن ايفانوف ابتدت مصر تبقى على الخريطه الدوليه العالميه، ابتدوا يحققوا، ظهر بقى كابتن نهله رمضان وكابتن البطل محمد احسان وعصمت منصور و لعيبه كتير يعني، وطارق يحيى وعبير عبد الرحمن. اول ميداليه اولمبيه جت في بكين 2008 بعد 60 سنه كابتن البطله عبير عبد الرحمن، اما حللوا العينات دي في 2015 ظهر حقها، واخد بال حضرتك؟ فيعني كان يعني عايز اقول لحضرتك كان يعني في حاله من الانسجام، وكان اسم مصر ده يعني بص كل يعني مرفوع العلم في المحافل العالميه كلها، لغايه بقى يعني ما دكتور محمود شكري الله يرحمه يعني توفى، والعميد فتحي الزرق ما كانش ينفع يخش انتخابات، فجي يعني الاستاذ محمود كمال يعني طبعا خد لعيبه جاهزه، لان الميداليه الاولمبيه عشان تتحقق من 4 سنين ل8 سنين. هو مسك في انتخابات 2014، الاولمبيه كانت في 2016، سنتين دول ما يعملوش بطل اولمبيا كابتن، صح ولا لا؟ ما يعملوش بطل اولمبي، ولكن هو ايه ما فيش مشاكل، دول ولاد مصر وهيلعبوا باسم مصر. ففي ذات الوقت كان في 10 دول موقوفه منشطات من اقوى دول رفع الاثقال، زي ايه؟ زي روسيا، بلغاريا، المجر، نعم، تركيا، يعني كانت دول عظيمه. فكان في فرصه الحمد لله لاولادنا يحققوا ويظهروا على الساحه الاولمبيه، ومحمد ايهاب ربنا كرمه وجاب ميداليه، وساره سمير، واحنا كنا فرحانين رغم التجاوزات اللي هي موجوده في الاتحاد، انما دول اولادنا، اولاد مصر، وعلم مصر اترفع في الاولمبيات. اهم حاجه نعمل علم مصر اترفع تمام كده. طبعا جه بقى ابتدى يقول ايه انا صاحب انجازات، الرئيس السيسي مشكورا قابل محمد ايهاب وساره سمير وادى توجيهات بتزيل جميع العقبات ليهم ودعمهم. تاني اسبوع ده خطاب الوزاره، يعني بتقول السيد محمود كمال رئيس الاتحاد، بتقول الكاس كسر الدوليه، بنعتذر عن المشاركه. طبعا يعني فهم اللي دي ايه، يعني عدم موافقه امنيه يعني عشان امكانيات يعني وكده. ده بعد دعم السيد الرئيس ليه. بعدها باسبوع خد البطل الاولمبي محمد ايهاب والبطله شيماء، طبعا اللعيبه مالهاش ذنب، انا رئيس الاتحاد بقول لهم تعالوا خلاص هيجوا معايا، وراحوا قطر من غير ما الدوله طبعا يكون عندها خبر، ولعبوا في كاس قطر، ومحمد ايهاب اللي لسه السيد الرئيس مكرمه، يعني الواحد حزين يقول ايه، يتغلب، يتهزم، يطلع ثالث، يطلع يعني بطل اولمبي يطلع ثالث يا كابتن وائل. بس انا شايفه غلط من الاول اداريا، يعني انا مش عايز اتدخل في الكلام. لا يعني يعني انت حضرتك شايف نظرك ازاي كابتن وائل؟ اتفضل. لا يعني انا برضو انا كبطل صنعت في بلد وصنعت في وطن، والبطل ده من ضمن رسالته يعلم الناس يعني ايه كلمه وطن. نعم. فما ينفعش ان بلدك تقول لك متسافرش، قاطع وما تقاطعش، لان القصه مش شخصيه. يعني انت قال لك قاطع كلاعب يبقى قاطع كلاعب. انت مثلا احنا مثلا كفئه معلقين رياضيين كويس، ما قاليش قاطع يبقى انا عندي قرار بقى بتاعنا. انا راجل مدرب مثلا بشتغل محترف ما قاليش قاطع يبقى بتاعتي انا، تعاقد مع نادي قطري ما تعاقدش مع. لكن انت كلاعب رسمي تحمل اسم منتخب مصر وعلم مصر، دولتك قالت قاطع، لا انا مش مع اللاعب،
مشارك. هو اللاعب ما يعرفش بالقرار ده يا فندم. هو هو ده اللاعب معذور لان ما يعرفش. اللي يعرف بالقرار ده واستلمه نظري السيد ما هو اللي هو لو اللاعب يعرف واستلم ده، انما اللاعب ما يعرفش الاداريات اللي استلم ده وتسال عنه الاتحاد وما بلغوش يعني. الاستاذ محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد اللي هو يتسال عن الكلام ده، لان هو المخاطبات مع الوزاره، انما اللعيبه انت عارف حضرتك بعيده عن الاداريات يعني. فطبعا انا مش كابتن علي بما تفسر طيب. سفره من غير موافقه الدوله بما تفسر ذلك يعني؟ في رساله انت عايز تقولها؟ طبعا يعني انا دلوقتي باخد اثنين ابطال اولمبيات يعني محمد ايهاب وشيماء، يبقى انا بعلي مستوى البطوله وبتعاون، ونتيجه التعاون ده بقى نائب رئيس الاتحاد العربي، بقى نائب ودعمه في الاتحاد الدولي. يعني قطر هي اللي بتصرف دلوقتي على الاتحاد الدولي، بتدي عضو اللجنه $1,000 في الاجتماع، ورئيس اللجنه $3,000. طب بيقولوا طيب ده دعم، طب ما بيخشش خزينه الاتحاد. $3,000 دول ما بيخشوش خزينه الاتحاد. طيب انت بتاخد بدل سفر وبدلات من الدوله، حاجه من الاثنين، لا تاخد من الاتحاد الدولي لا تاخد من الدوله. وبعدين $3,000 انت خدتهم بناء على ايه يعني؟ يعني انت بتقبلهم يعني بناء على ايه يعني؟ المفروض يخشوا خزينه الاتحاد اللي انت بتمثل مصر كعضو اتحاد دولي. فيعني يعني نيجي بقى للشيء بقى يعني الثاني، يعني المدرب محمد موسى الدين، ده مش كلامي ولا الورق ده بتاعي انا، ما بتمشي عدى على فكره. كابتن علي ناسف للمقاطعه مره ثالثه، معنا الكابتن محمد عادل المدير الفني لفريق كره القدم بنادي النصر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كابتن محمد، لديك قضايا فساد وتزوير، اتفضل يا فندم. انا مبدئيا بس انا سبت نادي النصر، انا مدير فني نادي مصر للاسواق الحره. اتفضل يا فندم. عفوا للخطا حبيبي. اهلا وسهلا حضرتك. حضرتك احنا عندنا دلوقتي مشاكل كبيره في قطاع الناشئين في جميع انديه مصر. المشاكل دي تتوجب علينا الاتجاه نحوها. لعيبه كتير مسننه ومزوره. نسمعك، اتفضل 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 مع حضرتك. يعني حضرتك عندنا في قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب عندنا من فارس جون 2004، فادي الفرود 2004، شيكا دوت ورقه تحول جنايات 2004. في مشاكل تزوير حضرتك. في عندنا برضو احمد جبر 2001 في الزمالك، كابتن وائل حبيبي مواليد 2004 حضرتك، دوت اتعرف ورقه بالصدفه. هو حضرتك يا فندم مش هو بيقدم اوراق المفروض بتعدي على لجنه؟ مع حضرتك الاوراق ديت بتتقدم، بس حضرتك في تزوير شهادات الميلاد وتسنين. يعني احمد جبر دوت ورقه اتكشف عن طريق الصدفه. ولي امر في نادي الزمالك هي مراقبه في احد اللجان بالثانويه العامه، لقيت ان الولد دوت موجود في اللجنه وكان بيمتحن، فكشفت الاوراق والولد دوت لسه ماشي الايام اللي فاتت من نادي الزمالك. كابتن محمد عادل شكرا لحضرتك، رسالتك وصلت. نرجع اعزائي المشاهدين مع ضيوفنا وكابتن وائل السنوسي. مره ثانيه يا فندم اهلا بحضرتك. كابتن وائل، من خلال متابعتي لحضرتك على السوشيال ميديا يعني بصراحه اعجبت باسلوب حضرتك الادب الرائع، ولكن وجدت انك يعني دايما تتحدث عن الفساد. هو الفساد ده مش هيخلص ولا ايه؟ هو مصيره يخلص بس مش هيخلص قوي يعني من الاخر يعني ما تعليش سقف طموحاتك. لكن يعني في ناس فاهمه ان احنا بنهدف لده. لا لا لا، ده الفساد كبير جدا. شوف حضرتك بس في 5 دقائق احنا كم مشكله فساد اتكلمنا. نعم. الفساد واحد مننا، الفساد عايش وسطنا بس واحد بألف. انا كل اللي بحلم بيه ان يبقى له سقف، يعني ان الفساد ما يبقاش كده مفتوح. بس احنا بنحلم بصراحة ان الفساد ما يكونلوش وجود بيننا نهائي. صعب جدا يعني صعب بس بنتمنى بنأمل. صعب لدرجة الاستحالة. احنا بس عايزين الحكاية تكون منطقية. يعني نيجي نتكلم على تنس الطاولة لو تسمحوا لي. اتفضل. يعني احنا مثلا مشكلتنا في تنس الطاولة فساد كم عضو في مجلس الإدارة؟ مش كل المجلس على فكرة، في ناس محترمة بس مش قادرة تغير. حتى هذه اللحظة مش قادرة تقاوم تيار الفساد داخل الاتحاد. يعني لما نيجي مثلا نتكلم ان رئيس اتحاد عين اخوه من غير مسابقة ومن غير فرصة التنافس لباقي المدربين ويقدموا السي في وبتاعه هو إيه؟ لو دي بس كنا عدناها. عشان كده بقول لحضرتك أنا ما بحلمش بانتهاء الفساد، أنا عايزه بس يبقى سقف. طيب لما أخوه ده تبعت الوزارة في يوم من الأيام خطاب رسمي
وتقول انه ده ما ينفعش كده التعاقد. اللوائح المصريه بتقول انه لازم ما يبقاش احد اقارب حتى الدرجه الرابعه، ده شقيقه مباشره، ما يبقاش تعيين مباشر، ما يبقاش من غير مسابقه، وما يبقاش فيبتدي يسافر كل السفريات كمدير فني ياخد كل البدلات بس يوقف التدريب ما يدربش، لان الوزاره قالت ما بيقبضش مرتب شهري بس بيقبض بدلات مكافئات فوزه، ويتولى خمس ست فرق المنتخب، يعني هم المنتخب كله اثنين مدربين، واحد لكل الرجال والناشئين والاشبال والبراعم والطفل الولد اللي في بطنهم، وواحد تاني للسيدات والبنات والناشئات كلام يعني مش موجود غير عندنا. بعتذر كابتن وائل، عارف المداخلات كتير، لكن معانا كابتن محمد عبد المقصود نائب رئيس اتحاد رفع الاثقال السابق. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا باشا. اتفضل يا فندم، حضرتك متابع معانا الحلقه؟ بس تصحيحا، بس انا عضو مجلس اداره اتحاد سابق مش رئيس اتحاد. والله بلغوني في الكنترول كده، نعتذر لحضرتك. اتفضل يا فندم. لا يا فندم اتفضل. طب حضرتك متابع الحلقة يا فندم؟ لا الحقيقة أنا ما كنتش متابع الحلقة، لكن أنا عندي فكرة عن الموضوع اللي أنتوا بتتكلموا فيه. طيب يا فندم، ظهور عينات يعني هيبقى كابتن علي مرزوق أفضل مني، فهيديك نبذة بسيطة كده عن موضوع الحلقة وتشارك معانا، اتفضل يا فندم. إزيك يا كابتن محمد، عامل إيه؟ أهلا كابتن. إزي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله. انا عايز حضرتك تكلمنا ازاي يعني تم تزوير توقيعك انت والعقيد ابراهيم الخولي، قلت يعني حضرتك عضو مجلس اداره والعقيد الخولي نائب رئيس الاتحاد. تمام احكي لي بقى على الموضوع دوت. يعني والله انا اكون يعني اختصر يعني الكلام عشان وقت الحلقه برضو. هو بدايه يا جماعه يعني ما بني على خطا فهو خطا. احنا النهارده لما يكون في شيء بدايته مش سليمه لابد في الاخر النتيجه تكون مغزيه وهتكون مؤلمه جدا لينا. الوضع اللي احنا فيه النهارده اللي وصلت مصر ليه، مش بقى لاعبين او اجهزه فنيه او مدرب، لا ده البلد كلها وصلت لوضع سيء جدا ومغزي، وهو ان البلد تتعرض لهذا الايقاف الضخم والغرامه الضخمه. احنا اللعبه تتوقف عندنا بشكل يعني محزن، يعني كلنا طبعا حزانة على الوضع ده، ولكن السبب ايه في الكلام ده؟ احنا بدايه قدمنا شكاوى عديده انا وزميلي، أنا كعضو مجلس إدارة يعني سابق، وزميلي العقيد إبراهيم الخولي كان نائب رئيس الاتحاد، قدمنا شكاوى عديدة لوزارة الشباب والرياضة. تمام؟ وأخيرا وصل بينا الأمر إن احنا تقدمنا شكوى إلى النيابة الإدارية، حذرنا فيها من كل اللي حصل دلوقتي ده. الوضع اللي حصل كان متوقع بشكل قوي جدا، كابتن محمد موسى مع احترامي الشخصي ليه، هو للأسف محتك بعملية المنشطات أو المكملات اللي داخل فيها منشطات. إحنا حذرنا من تواجده في داخل معسكرات المنتخب القومي المصري رفع الأثقال، لأن هو ليه علاقة بهذا الكلام، وتمت إدانته من قبل النادي المصري وإيقافه لمدة 4 سنوات، وتم يعني تخفيض العقوبة إلى سنة و10,000 جنيه غرامة ووضعه تحت المراقبة عام. فهل يصح، هل يصح ان مدرب بالمواصفه دي يكون مدرب منتخب مصر؟ ليه؟ مصر خلاص مش فقيره للدرجات دي. حذرنا من هذا الكلام وتقدمنا بعديد من الشكاوى للوزاره، وتجاهلت للاسف الوزاره الكلام ده كله، وكذلك اللجنه الاولمبيه، وتقدمنا اخيرا بشكوى للنيابه الاداريه، وتم برضو رد على بنود الشكوى من الوزاره بشكل برضو مش في محله. وللاسف هي الجزئيه الوحيده اللي احنا حذرنا منها في وجود المدرب ده حدثت بالفعل. بدا ليها مؤشر في المطار، في مطار القاهره، شنط اللاعبين ال 33 شنطه اللي اتظبط فيهم كميه المكملات المهوله دي والرهيبه، للاسف تم تصديرهم تاني للخارج وهم استلموهم في الخارج تاني، لكن ما حصلش اي اجراء من الوزاره لغايه لما حصلت الكارثه الاخيره اللي هي العينات السته الاخيره. تمام. وبرضه مش عايزين نتجاهل العينات السبعه اللي قبليهم، لان هذه العينات برضه مسؤول عنها برضه المدير الفني اللي كان موجود في هذا الوقت. تمام. كابتن محمد عبد المقصود، كابتن محمد سؤال لحضرتك بس ثواني. معلش اللي حضرتك اخر شكوى تقدمتوا بيها كانت تاريخ امتى يعني بالتقريب حتى؟ اخر شكوى تقدمنا بيها كانت في 2016. ولغايه دلوقتي مفيش اي استجابه حضرتكم حسيتوا بيها؟ لا طبعا ما حصلش اي استجابه، دليل ان هذا المدرب المحضر يعني دي اهم نقطه بالنسبه لي اقولها سريعا،
المحضر اللي اتحط فيه تعيين هذا المدرب لم اوقع عليه انا ولا عقيد ابراهيم الخولي، ووقع عليه اثنين فقط اللي هو رئيس الاتحاد وكان عضو مجلس اداره تاني معاه سيد عبد العاطي، وده كان غير قانوني لان القانون الماده 36 في القانون بتقول ان لابد ان مجلس الاداره عشان يعتد به يكون باربع توقعات، ورغم ذلك مشي هذا المحضر وتم تعيين هذا المدرب. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها اخيرا يعني النهارده في كارثه جديده هتحصل انا بحذر منها، وجود مدير عام للاتحاد استاذ هشام حمدي مع احترامي ايضا ليه داخل الاتحاد، هو متهم في قضيه تزوير توقعاتنا على محاضر مجلس الاداره، وتم توجيه التهم ليه من النيابه الاداريه وتم تحويل المحاكمه، وبالفعل اخذ حكم 15 يوم خصم من المرتب كحكم تاديبي وليس نيابه عامه. شكرا كابتن محمد عبد المقصود، معلش عشان دي الوقت عندنا، شكرا ليك يا فندم، رسالتك وصلت وهنناقش مع كابتن علي مرزوق، بس الاول نكمل حديثنا مع كابتن وائل، احنا اسفين المقاطعه مره اخرى. لا 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 مفيش حاجه، وزي ما بقول لحضرتك يعني احنا باختصار شديد انا هلم الموضوع يعني. اتفضل. هو زي ما بقول لحضرتك لو هو بس بيعينه بتعيين مباشر كان نعديها، لو بيسفروا سفريات وبياخد كل المكافئات والبدلات ومجموعه فرق وما بيشوفهاش ولا بيدربها كنا نعديها. يرجع الوزاره بقى على طريقه الخطابات العكسيه، يبعت بعد 9 شهور او 10 شهور يقول لك لا معلش خلاص عينوه بالشكل ده فيتصرف له مرتب السنه كلها اللي فات كانه كان عامل جمعيه، لو عد الدية وخلاص كنا قلنا طب سكتش بيدرب مفيش مشكله يصرف المرتب، لان في جواب قال نصف المرتب. وحتى برضو يعني انا سالت معالي الوزير واحنا برضو من خلال السوشيال ميديا على اي اساس اللي اصدر هذا الخطاب طلع وافق انه يعين اخو رئيس الاتحاد بشكل مباشر من غير مسابقه من غير سي في من غير تاريخ من غير رانكينج من غير اي حاجه، اكيد في مراحل يعني لازم يعدي عليها يعني. يعني يعني على اي اساس اداله الموافقه ده قانون؟ لو وقفت لغايه هنا مفيش مشكله، لو احنا عندنا ادوات زي اللي كان بيتكلم عنها الكابتن برضه في رفع الاثقال، عندنا ادوات باكثر من 2 مليون جنيه مرميه في الجمارك حتى هذه اللحظه لاكبر الشركات الراعيه، الشركه الراعيه السابقه كانت عايزه بس حوالي 200,000 جمر لغايه دلوقتي ما المهدر. ناس بتتعين على حس حاجات في الاتحاد انه بيعملوا نشاط وما بيعملوش النشاط، ده مثلا زي لسه كنت قايل الكاميرا بعتها شوبير، ده متعينين ناس في الاتحاد على حس انها بتجيب الكاميرات، ده متعين ناس في الاتحاد على حس امور مش موجوده على ارض الواقع. ادي ابواب مفتوحه، ادي فلوس بتطلع، اختيارات للمنتخب كلها مجاملات، وقع فجه جدا من الوقائع في بطوله البحر الابيض المتوسط. عندنا دينا مشرف الرائعه فراشه افريقيا تكسب ميداليه ذهبيه فتطلع مكافاه للمدرب بتاعها 90,000 جنيه زي اي زي اللايحه يعني في حدود، يقوم يطلع لاخوه رئيس الاتحاد يطلع لاخوه 90,000 جنيه وفرقه الرجال بتاعته خسرت وطلعت بفضيحه ومأساه، وكان موضوع كبير جدا شغل الراي العام وتناولته الفضائيات في ذلك الوقت في دوره. لا كان ساعتها مشكله عمر عصر وانه قال اتخانق لا اتنرفز ما تنرفزش اتخذت عقوبه ضده رحلوه من البطوله، يعني فريق طالع بفضيحه ازاي ادي المدرب 90,000 جنيه مكافاه فوز زيه زي مدرب السيدات اللي فاز؟ يعني انا بقول لحضرتك لو كل وقعه من دول بس كانت تعدي، لكن كل هذه الوقع موجود في الاسماعيليه في المعسكر. الرقابه اللي المفروض تراقب طبعا المفروض الرقابه الاداريه، بس المفروض الرقابه الاداريه في الرياضه مأجز شويه يعني ما شفناش كرامه لغايه دلوقتي. ممكن تحكي لنا اكثر عن مشكلتك مع الوزاره واتحاد اللعبه والصين والكوره لا يعني الصين والكوره دي قصه ثانيه خالص، قصه العالميه طبعا، يعني السنوسي ايجيبت بول هي الكوره هي 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 فيوتشر بول كرة المستقبل، الكرة الملونة بشكل عام هي كرة المستقبل فكرتك يا فندم في الأساس يعني الحمد لله هو كان النموذج اللي بينافسني النموذج الصيني، كانوا قسموا الكرة 3 أجزاء نص أورنج نص أبيض وفي النص خط أسود، الاتحاد الدولي عمل عليها دراسات في المكتب الفني في سنغافورة وبعدين أعلن فشل هذه الكرة فأصبحت السنوسي إيجيبت بول هي اللي على الحجر زي ما بنقول. اتعطل كتير الموضوع بتاعها، ما زال متداول في الأوساط الدولية، ما زال الكرة شغلة حيز كبير جدا، لكن بيعالجوا الأول مشكلة تانية اللي هي الكرة صديقة البيئة الجديدة مش صديقة للفقراء،
قرى صديقه البيئه بتتكسر بسرعه وغاليه جدا. فمعظم القرى الملونه على الشاشه هي السنوسي ايجيبت بول. دي السنوسي ايجيبت بول دي المفروض ان دي السنوسي ايجيبت بول. دي كره المستقبل اللي احنا بنقدمها او هديتنا للعالم باذن الله وتاخد الابروف ده قريب لان هم بقاش في موجود غيرها. زي ما حضرتك شايف الغرض منها الاساسي هو اظهار جمال الدورانات في كره تنس الطاوله في الصوره التلفزيونيه من خلال هذا الديزاين وعبقرية نظرية الأهرام اللي دائما هتفضل مع المصريين هي الملهمة وهي مصدر. إيه سبب محاربة الصين ليك في الموضوع ده؟ الصين قالت إن هو ده الهدف اللي أنا قلته. الصين بتقول إحنا هدفنا في الكرة الملونة إن إحنا نبين جمال الدوران في الصورة التلفزيونية وبالتالي الماركتينج يزيد والتسويق يزيد. إنما كرة السنوسي دي بتبين نوع الدوران فيها مشكلة كبيرة بالنسبة للصينيين هتهد تلت قوتهم. عارف حضرتك إن اللاعب الصيني لما بيتزنق في ماتش مع بطل اوروبا مثلا 9 كل بيطلع ارسال كده محدش عارفه طالع بيه منين وجايبه منين. لاعب البطل ويبقى بطل في اوروبا بيحط كرة في السقف يحاول معها مره تانية يحطها في بطن الشبكه مش عارف يحلها مش قادر يدرس نوع الدوران ده ايه. وهذه المفاجاه بالسنوسي ايجيبت بول يقدر بالتقنيه الحديثه اللي هي السوبر سلو موشن يدرس فيديو بعد كده الارسال ده كان اي نوع من الدوران جاله وبالتالي يبقى لاعب الصين مطلوبين انه في كل بطوله تطلع افتكاسات جديده وارسالات جديده ودورانات جديده وده موضوع صعب جدا هيفقدهم تلت قوتهم. ممكن كان من اكثر من كام سنه كان في احد البرامج في قناه النهار مع الزميل محمد عباس كان الدكتور علاء مشرف اللي هو نائب رئيس الاتحاد الدولي حالي شهد لهذه الكره بانها فعلا لازم تقلق الصينيين يعني وحتى الان الصين قوه عظمى طبعا في تنس الطاوله فواقفه في سكه الكوره واقفه في سكه الابروفد عايزه تقدم نموذج تاني غير اللي فشل بتاعها. الدنيا متوقفه زي ما قلت لحضرتك لان في صراع اخر على الكوره اللي هي احاديه اللون اللي لسه بنلعب بيها انها مكلفه جدا وغاليه جدا على معظم دول العالم وبتطالب بالرجوع للكوره القديمه لكن الكوره دي بيقولوا عليها صديقه البيئه وانا بقول دايما في التعليق انها صديقه البيئه لكن مش صديقه الفقراء فاحنا ما زلنا في هذه المشكلة لكن إن شاء الله بتمنى وفي فريق دولي بالنسبة كفريق قانوني يعني كانت الأستاذ أشرف عامر أستاذ القانون الدولي ومع في الفريق محلي للقضايا المحلية أستاذ أحمد سعيد المحامي دول برضو بيتولوا كل ما يتعلق بهذه الكرة وحوادثها ولأن ليها حدوتة في ألمانيا وحدوتة في اليابان وتدخلت السفارات مش عايز أدوش الناس بهذا الأمر يعني لكن هو موضوع كبير حلم قريب جدا ممكن يتحقق ممكن ان شاء الله يتحقق وينسب لحضرتك والمصري طبعا بالتاكيد يسعدني جدا ان العالم كله يلعب بكره مصريه او ديزاين مصري تصميم مصري حاجه يسعد كل المصريين ان شاء الله ربنا يخليك. كابتن علي لسه ما خلصناش كلامنا عن رفع الاثقال تمام. حضرتك قلت ان البطل بيحتاج من 6 ل 8 سنين عشان نقدر نعد بطل للبطولة. من 4 ل 8 سنين من 4 ل 8 سنين تمام كده بطل اولمبي. فاحنا عايزين نعرف في خلال الفتره ديت يعني ايه التجهيزات اللي ممكن نعملها للاعب بحيث انه يوصل ياخد ميداليه بطوله. طيب قبل ما بس يعني انا في يعني ورق كتير اختصر فيه ان الغرامه بتاعه ايقاف اللاعبين في 2017 كانت 250 الف دولار زي ما سالت اللي هو صلاح قال لو كانوا دفعوا في ساعتها كانت المشكله انتهت. انما السيد رئيس الاتحاد قاعد يقول انا عضو الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي عامل لي خاطر ومفيش عقوبات ومفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا كويس لغايه ما اللائحه اتغيرت عشان اللجنه الاولمبيه الدوليه كانت هتمنع اتحاد رفع الاثقال الدولي من عدم المشاركه عشان حالات المنشطات الكتير في الدول فقالت له انت لازم تتبنى يعني سياسه مكافحه المنشطات يعني فشدد العقوبه بقت غرامه وايقاف. طب انت ما دفعتش ليه الغرامه؟ يعني السؤال للمهندس هشام حطب والسيد معالي الوزير ليه ما دفعتوش الغرامه؟ ليه دخلتوا اتحاد رفع الاثقال في حته سد وايقاف وضياع اجيال وضياع مستقبل اجيال؟ دي شكاوى بتاعت 7 لاعبين ما فيش حد سال فيهم وما كانوش عارفين خدوا عقوبه ايه، كان معتب عن الموضوع. السيد محمود كمال ودى مصر في داهيه لما عرض على صفحته الادويه وفي نوعين من المنشطات ولما الدكتور احمد محفوظ طبيب الاتحاد قال له دول منشطات مشاه. السيد محمود كمال انفرد بالقرار لغايه ما نائب رئيس الاتحاد ناشد الدكتور اشرف صبحي هيعمل ايه يعني بقى راجل يصرخ كابتن ابراهيم ابو كليله يعني وبعدين يقول لك انا بعمل انجازات وفي الوزاره انا قدمت حوالي 25 شكوى ما تمش رد عليهم
يقول لك ايه عشان ده اتحاد بيعمل انجازات وده الاتحاد الوحيد اللي نقدر ايه يعني بيعمل انجازات. طب بيعمل انجازات يخالف لوائح القوانين، مدرب موقوف من ناده، مدير عام اتحاد او مدير تنفيذي ثبت تورطه في قضايا تزوير ويعمله انتداب على الاتحاد ويجي بدل ما كان بياخد 5000 جنيه خلوهم 11000 جنيه بيكافئوا اللي هو بيزور. انا بصراحه انا قرب يحصل لي حاجه، مشكله كبيره، مشكله كبيره يعني. اخر حاجه بقى معلش دقيقتين بس، دقيقتين دي شكوى انا قدمتها للي هو محمد نور سالم في مكتبه وخدها ونزل لمعالي الوزير والدكتور تامر مدير المكتب الفني، بتقول ان احتماليه مصر في الايقاف، وده ده مقال تبع صحف تبع الاتحاد الدولي السنه اللي في 4/9 4/9 الشكوى مقدمه 4/9 بتقول ان مصر احتمال تتوقف وما تشاركش في الاولمبياد. جه محمود كمال قال يعني الكلام ده العالم مرزوق حاقد وعدو نجاح والكلام ده مش مظبوط، وتحققت الرؤيه. وعندنا بقى كارثه تاني. شكرا كابتن علي يعني عشان معلش الوقت يعني احنا في اتفضل يعني عايز تقول حاجه كابتن هو انا عايز اقول بس حاجه عشان حته ما حدش يقول، بس زي ما بيقول اتفضل الكابتن علي كده وقال دي شكوى مش عارف كيديه دي بتاع ده كلام اصله مرسل بيترد عليه لما يكون حد عنده مستندات. انا ارجو ان دور الوزاره لو انت مش عايز تشتغل، لو انت مش حابب تشتغل، لو انت ما عندكش القدرات انك انت تغوص في هذه الاوراق، حول الامر للنائب العام على مسؤوليه مقدم الشكوى. يعني انا النهارده رحت قلت ان الاتحاد المصري للتنس طاوله او بدعي الاتحاد المصري اهدر ملايين الجنيهات، صرف في غير وجه حق وصرف في حاجات نماذج. انا قلت بسرعه فكره ده احنا عندنا وقائع يشيب لها الولدان، يعني ناس تضحك للصبح لو او تفتكرني بهزر، لكن الموضوع مش هزار، الموضوع كبير جدا. حولني للنائب العام بكل ما يحمل هذا التحويل من مسؤوليات عليا لو انا ما اثبتش مستنديا. شكرا كابتن وائل، للاسف وقتنا خلص. مشاهدينا حاجه بس ثانيه واحده على خير الاسبوع المقبل لكم من اجمل وقت.